اقوى منا، اقوى منا في السلاح، ولكن احنا معنا الله. يعني حتى قالوا يعني سر الطيران جاي علينا، حتى الطيران بيقدرش يزنا. ليش؟ طيران فوق العرش ولا تحت؟ تحت العرش. احنا معنا اللي فوق العرش، كيف بدنا نخسر؟ احنا صابرين وصامدين ومرابطين رغم الصعوبات ورغم الازمات ورغم الغلاء. يعني حتى لو كل الدنيا وقفت ضدنا احنا صابرين وصامدين. ولو كنا بدنا نستشهد فهذه روح يملكها الله. صح انه احنا بنألم وبنوجع وبنستشهد وبنصاوب، ولكن لقول الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. هم اقوى منا، اقوى منا في السلاح، ولكن احنا معنا الله. Il y avait par exemple issue of Palestine is very simple. There is no complexity involved. And that's the issue of truth and justice. Allah has made it clear that those who believe in His message, they should stand up for justice and truth, and more importantly, to help those who are oppressed. When we look at Palestine, it's the epitome of the struggle for justice and independence and dignity and human honor. The issue of Palestine is very simple. There is no complexity involved.